السلام عليكم. تعاني بعض البيئات العربية من أنه بيجيبوا أولاد ولكن ما بيعرفوا يربون التربية الأمثل، ولذلك بينت المشكلة عندما انتقلوا إلى أوروبا. وأنا ماني عم أقول أنه الأوروبيين بيربوا أولادهم يعني بطريقة أحسن، كل الناس عندهم أخطاء، ولكن هنالك من هو أقرب إلى التايبيكال. كتير ناس راحت على أوروبا قررت أنه تعيش هناك. طبعا يلي بده يروح هناك أخذ زوجته وأولاده لازم يكون على مستوى المسؤولية وعلى مستوى قراره اللي اتخذه، ولذلك لازم يتصرف بمنتهى الحكمة مع زوجته وأولاده، وإلا سيندم. إنه ما يسيء التعامل معهم لحتى ما ينحط بمواقف يندم عليها ويسحبوا منه أطفاله. لازم يكون كتير كتير حكيم في تصرفاته ويفكر قبل ما يتصرف وما يتسرع. بيسأل مين هو المسؤول عن تربية الطفل؟ الحقيقة الأب والأم كلاهما مسؤول، مثل الشمس والماء، اثنيناتهم مسؤولين عن هذه النبتة التي سوف تكبر وتضاف إلى الإنسانية. ودائماً اللي أكثر وعي أكثرهما وعياً هو اللي بيهيئ البيئة الصالحة والمتوازنة لنمو أطفاله. كثير من الناس بتظن أن الطفل حديث الولادة اللي عمره يوم ويومين أو أكبر أنه هذا عبارة عن كيان لا بيسمع ولا بيشوف وبياخدوا راحتهم قدامه، ممكن يحلوا مشاكلهم ويصدروا الأصوات المرتفعة ويعملوا تصرفات ويعلوا صوت الموسيقى بالبيت أو هاي الشغلات كلها بتزعجه، ولكن هو ما بيقدر يعبر، ولكنه يتأثر سلباً وإيجاباً ويسجل ذلك. بل ليس حديث الولادة وإنما منذ الحمل الطفل كيان واعي. ولعل بعضكم سمع عن قصة المرأة الحامل يلي على طول تحط تسجيلات القرآن، فلما إجا ابنها حفظ بسهولة القرآن لأنه هو أصلاً مسجل في ذاكرته من أثناء الحمل. فإلى المزيد من العناية بالأطفال، هذه الهدية العظيمة والأمانة العظيمة اللي بين إيدينا. عندما يبدأ الطفل بالحركة منسميه الطفل الدارج، يلي عمره بيكون قبل السنة بشوي إلى 3 سنوات. ما بين سنة وثلاث سنوات بيفرح الطفل كتير بحاله إنه هو صار يقدر يمشي، يحبي أو يمشي ويتنقل في البيت ويستكشف، فبيفرح كتير بالحواس الجديدة اللي هو ما كان بيكتشفه من قبل ويريد استعماله في اكتشاف ما حوله من أشياء. لكن مع الأسف إنه هو ما بيعرف يقدر عواقب الأمور ولا بيعرف إنه هي المادة ضارة ما بدي أخذها ولا كذا. لذلك الأهل هن اللي لازم ينتبهوا على هالنقطة هي. لما بيكون الطفل أول ما ببلش يحبو أو يمشي لازم ننتبه نحميه من السقوط، سواء داخل المنزل درج أو هيك أو خارج المنزل من الأماكن المرتفعة، لازم على طول نحن حواليه ونشوف له البيئة السليمة والمناسبة. وأيضا ذلك في أماكن الألعاب الملاعب. النقطة الثانية هي المواد السامة. المواد السامة لازم اللي عندهم أولاد ما يدخلوها على البيت، ولو اضطروا يدخلوها لأمر ما يستعملوها ويرموها، أو إنه لو اضطروا إنه يخلوها برف مرتفع جدا بعيد عن متناول الطفل. طبعا الطفل لا يميز، ممكن يلاقي بطارية صغيرة يبلعها، ممكن يلاقي أي شغلة يحطها بتمه تكون مجرسمة. لذلك لازم ننتبه عليه وعلى طول نبقى حواليه. الطفل ليس عبء نعطيه تارة للشغالة وتارة للجيران وتارة نشلفه بالحضانة مشان نتخلص منه، لا، الطفل هذا أمانة بين إيدينا ولازم نأدي واجبنا تجاهه. أخيرا بتمنى وين ما كنتوا إذا كانوا الزوجين غير متفاهمين إنه ما ينجبوا أطفال، يأجلوا إنجاب الأطفال لحتى يتفاهموا أو يلاقوا حل. واللي عنده أطفال لازم يحسن تربيتهم، يثقف نفسه، يعمل دورات، يعمل أي شيء لحتى يربيهم صح. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم.